أهلا بكم إلى كلام بيروت. الاستحقاقات المجلسية والحكومية تتوالى بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من أيار الجاري. فبعد إجراء الانتخابات الرئاسية أو النيابية في البرلمان يوم أمس وفي مقدمها إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سادسة، تتجه الأنظار قبل ظهر اليوم إلى قصر بعبدة، حيث يجري الرئيس العماد ميشيل عون استشارات نيابية ملزمة لتكليف الرئيس المقبل للحكومة كي يتولى تأليفها. هذا العنوان الرئيسي ومشهد مجلس النواب أمس ودلالات الجلسة سأناقشها مع ضيفي النائب الأستاذ جوزيف اسحاق، عضو كتلة القوات اللبنانية عن بشري ونائب المهندسين السابق. صباح الخير أستاذ اسحاق، أول شيء مبروك لدخولك الندوة البرلمانية، أهلا وسهلا بك. صباح الخير لك مدام رولا وللمشاهدين. رح نبدأ إذن بجلسة امبارح، كاريكاتير اليوم 54 بجريدة النهار تحت عنوان تسليم وتسلم بالبرلمان، رسم رئيس بري السادس يصافح خمسة مثله، حتى هو قال شكرا ست مرات نسبة لعدد المرات اللي انتخب فيها. ما الذي يجعل رئيس بري إلى هذا الحد استثنائيا؟ يعني اليوم سموه عميد لرؤساء برلمانات العرب. أول شيء الانتخابات النيابية اللي جرت مؤخرا أعطت الثقة للرئيس بري من ناحية الحضور بالمناطق اللي هو موجود فيها، وبالتالي الطائفة الشيعية أعطته الثقة، وشيء طبيعي أن يكون هو رئيس لمجلس النواب للسلطة التشريعية. هذا حق له مثله مثل أي شخص، الشعب عم بيعطيه هالثقة. ليش القوات اللبنانية رغم العلاقة المعروف جيدة تربط بين الرئيس بري ودكتور جعجع اختارت أن تقف على جنب يعني بورقة بيضاء؟ هذا موقف مبدئي نتيجة خلافات سياسية موجودة بيننا وبين الرئيس بري، وهذا الموضوع بعده منطلق من سنة 2005 لليوم وما تغير، ونحن صادقين مع نفسنا، يعني ما بنحكي شيء وبنفعل شيء، بالعكس نحن على طول كل شيء بنحكي بنفعله، وكانت هي ورقه بيضاء تعبير عن الخلاف السياسي الموجود بيننا وبين الرئيس بري. بس ما لا تفسد بالود اكيد لا قضية. لانه ولا مره افسدت قبل، ومثل ما قال الدكتور جعجع رئيس بري هو رئيس رجل دولي، وبالتالي على طول هالامور ما بتاثر على العلاقه بيننا وبينه. باي حال يلي صار بجلسه امبارح نرجع له تباعا، ولكن اليوم هيك تعاطي الصحف مع عنوان الامس اختلف وتباين، ولكن كان في اجماع او شبه اجماع على ان ما حصل بالامس بيقول وداعا لقوى 14 اذار او مشهد جلسه الامس. لوريان لجور بالافتتاحيه قالت ثوره للا شيء، يعني وحتى حاطه على الصوره الرئيسيه صوره تقول لوريان لجور صوره الجلسه بالامس كانها عوده قسريه وقاسيه للزمن الماضي مع اعاده انتخاب الرئيس بري وعوده ابرز رموز الوصايه السوريه وقت كان بعز ايامه مثل اللواء جميل السيد والنائب عبد الرحيم راد والاستاذ الي الفرزلي. شو بتعلق على هالخلاصه؟ أكيد عم بيستغلوا هالوجوه اللي ظهرت مبارح بمجلس النواب من أجل يمكن أحباط عزيمة الأشخاص المؤمنين بقوى 14 أذار، لكن الواقع أبدا مش هيك. بعد روح 14 أذار موجودة بكتير أشخاص، ونحن الفريق الأساسي كقوات لبنانية موجودة فينا. نعم. والدلالة أنه الشعب بعده عم بيعطي ثقة لهالقوى هي الانتخابات الماضية والعدد الأصوات اللي نالوا مرشحي القوات على صعيد كل لبنان. نعم. وأنا ما لازم نحن نخلي حدث صار في تقاطع مصالح مثل انتخاب نائب رئيس مجلس النواب امبارح دولة الرئيس فرزلي نخليه انه هو يحبط من عزيمة شعب وقوى 14 أذار، لانه هيدي ما كانت صارت لو ما هو تموضع بتكتل لبنان القوي يلي هو رشحه توصل. نعم. والظروف الموجوده حاليا بالشرق الاوسط وبلبنان ابدا مينا مثل قبل 14 اذار 2005، لانه كل القوى
يلي داعمة كانت تاريخيا 8 أدار من النظام السوري أو إيران، هن بوضع كتير محرج على صعيد وضعهم، هن محرج بالضغط الموجود من قبل كل المجتمع الدولي عليهم، وبالتالي من قادرين يجوا يحطوا ايدهم بقى مثل ما كان قبل يفوضوهم انه يستلموا لبنان او اي دول تاني. يعني هن وضعهم بدولهم محرج، كيف بالحري انه يحطوا ايدهم على دول تاني، مع انهم بالعكس استاذ حق بيعتبروا حالهم منتصرين ويسعون لتقريش انتصارهم بالسياسه اللبنانيه. مثل الانتصارات الدائمه اللي على طول بنشوفها مع ما يسمى بمحور المقاومة، يلي هي على طول انتصارات وهمية ما بتودي لمحل. يعني في واقع معين، في عقوبات كتير كبيرة عم تنوضع على كل هالأنظمة وعلى أفراد كتير من التابعين لألهم، إن كان بحزب الله بالداخل أو على الدول، إن كان النظام السوري أو إيران، وبالتالي هني وضعهم كتير عم بيرجع لورا وابدا ما ينم بالقوه اللي كانوا فيها قبل 2005. فاذا ليش الصحف القريبه من روحيه 14 اذار مثل لوريون لجور يلي كتبت عن نهايه قاسيه لثوره، هل تستحق ثوره الارز هالنهايه القاسيه، كتبت عن القفزه الكبيره الى الوراء، وكمان الصحف البعيده عنها نسبيا مثل جريده الاخبار عنونت الصفحه الاولى وداعا 14 اذار، هل يؤسس هذا الانطباع لمشهد مختلف في المرحله المقبله؟ ابدا، يعني عم بيعطوا كثير اهميه لنيابه رئاسه مجلس النواب، مش بس حتى للوجوه. الوجوه، في وجوه مثل ما كان في وجوه كانت موجودة على أيام النظام السوري، كان في كمان وجوه جديدة. برجع بقول لك لازم نطلع بتفاؤل على حضور القوات اللبنانية يلي كان في 15 نائب بكتلة الجمهورية القوية موجودين بمجلس النواب، وهي أول مرة بتصير، وهي ما أجت إلا نتيجة الثقة اللي عطيوهم أهلنا وشعبنا لهالكتلة، يلي معناتها إنه كمان عم نزيد وعم نكتر تندافع عن سيادة لبنان وتنكفي بمحاربة الفساد. تعليقا على عدم انتخابكم الرئيس بري، قالت اليوم قال فراس الشوفي بالاخبار انه كل ما اقترب بري وعون ابتعد جعجع. اول شيء بتوافق هالمقوله؟ ابدا ابدا ابدا. اقتراب الرجلين يعني بالضروره ابتعاد دكتور سمير جعجع؟ اخذنا قرارنا بوضع ورقه بيضاء نتيجه مبدا اللي حكيت عنه قبل ما اي فريق تاني ياخذ هذا القرار. لجوء يلي الى المبادئ مثل ما تفضلت وقلت، وقال امبارح الاستاذ جورج عدوان الارجح انها لن تنفع، تقول جريده الاخبار، حين يقرر عون والحريري عزل القوات جديا بالحكومه المنتظره. انا بشك انه حدا بقى بيقدر يعزل القوات، على طول يمكن بيحاولوا بعض الاشخاص، اكيد مش الرئيس عون والرئيس الحريري، في اشخاص مثل وزير باسيل اكيد بيحاول اوقات يعزل القوات، لكن اكيد ما رح تنجح لانه القوات وقت كانت اقل من هيك حضورها بمجلس النواب وما حدا قادر عزلها، كيف بالحري هلا عندها التوكيل الشعبي اللي كتير كبير يلي بيخولها انه ما حدا يقدر بقى يقدر يعزلها ويبعدها عن السلطه. شو صار بنيابه رئاسه مجلس النواب امبارح؟ نحن كل عارفين انه صار في ترشيح لزميلنا أنيس نصار. نعم. من أجل أنه تنقول لا لفكرة وصول دولة الرئيس الفرزلي إلى نيابة رئاسة المجلس. نحن كنا من الأساس عارفين بالقوى اللي عطيته وعد بالتصويت له أنه كان لح يوصل. نعم. لكن الترشيح كان هو مبدأي. هلأ أكيد كنا متوقعين ناخد عدد أصوات أكبر. نعم. لكن تفاجأنا أنه أخذنا 32 صوت. ما عرفتوا وين ال لا، لانه قال يعني كل اللي اتفقوا معكم قالوا انه عطيوا ما بنعرف اذا نحن ما اعطينا حالنا توصلنا ل 32 هذا واقع. طيب وليه قررتوا تبعدوا النائب فادي السعد انه يترشح لهيئه مكتب المجلس؟ نحن كان بالاساس في قادم مفاوضات رفيقنا النائب السابق انطوان زهره. نعم. ووصلنا على اساس لاتفاق انه يكون رفيقنا فادي السعد امين سر بمجلس النواب، ياخذ مكان الاستاذ زهره يعني. صحيح. لكن بعد مفاوضات اخر يوم عرفنا
انه صار في توافق اعطاء المركز للنائب ألان عون، فضلنا انه الانسحاب، وهذا الموضوع اكيد صار بالتوافق بين المستقبل وحركه امل والتيار القوي. يعني تقول انه صار على حسابكم هالتوافق؟ صحيح. بدون التنسيق معكم والصفحه الجديده اللي فتحتوها مع تيار المستقبل؟ لا بدون التنسيق معنا، لهسه نحن فضلنا ان نتراجع. حاول اكيد قاضي المفاوضات الوزير باسيل، وهيدي من الخطه اللي عم بيتبعوها لمحاوله عزلنا، بس اكيد ما رح تنجح، لانه برجع بقول نحن عندنا تفويض كثير كبير. الارقام اللي اخذناها على صعيد كل لبنان بتخولنا انه نكون بكل مراكز القرار، وهيدي مش رح تكون الخطوه النهائيه تنكون موجودين فيها كعبين سر مجلس النواب. هل ممكن يعني ذلك صعوبة بموضوع الحكومة فيما بعد بالنسبة لحصة القوات؟ أكيد لا، لأنه امبارح الرئيس عون كان واضح بحكومة الوحدة الوطنية، ونحن صار عندنا كتلة وازنة، ولهالسبب رح يكون لنا أكيد الحضور الفعل تنكفي المسيرة اللي بلشنا فيها بالسنتين الماضيين كحضور بحكومة. نعم. من ناحية حضورنا على صعيد تأييدنا للبنان القوي، لبنان اللي بنتمناه السيادة الكاملة، أو من ناحية محاربتنا للفساد يلي امبارح ضو عليها وانبسطنا بهالفكرة، إن كان رئيس مجلس النواب بكلمته بعد تولي المنصب، أو رئيس الجمهورية خلال الإفطار اللي أقامه بقصر بعبدة، اثنيناتهم ضو على الفساد. هي الفكرة اللي نحن بنتمناها واللي بنتمنى أنه نكفي فيها نحن وياهم للآخر، لانه بنعتبر هيدي اساسيه كثير هلا بهالفتره الاقتصاديه الصعبه اللي عم يمر فيها لبنان. باي حال رح نرجع نحكي عنها، بس امبارح لمين عطيتوا صوتكم بالنسبه للاسماء اللي كانت مطروحه؟ بامانه السر؟ نعم. نحن للحفاظ على التوازن وحضور الطائفه الدرزيه بمكتب مجلس النواب، اعطينا اصواتنا للنائب مروان حميدي. النائب مروان حمادي، مع انه كان فيكم تختاروا اسمين. فينا نختار اثنين، بس نحن الفريقين الباقيين ما نسقوا معنا وما وقفوا معنا بترشيحنا لزميلنا انيس نصار. بس عم ينحكى امبارح عن الجلسه كثير هيك دلالات استنتجت عن هالجلسه، منها تقرير او تحقيق طريف بجريده الشرق الاوسط بتحكي فيها عن معدل اعمار نواب لبنان، بتقول المعدل 58 سنه، اصغرهم 29 واكبرهم 87. وقالت الجريده انه هالمعدل تراجع، كان قبل يبقى 64. افضل معدل اعمار كتلتكم صدي ما عملته، بس اكيد اقل. يعني اكيد نحن يمكن نكون بفتكر بال50 بقدر هيك. مين كان نجم نجم بجلسه امبارح برايك؟ ما كان، يعني اذا انا كاول جلسه بحضرها ما شعرت انه كان في حدا هيك نجم جلسه ابدا. وين لقيت حالك اكثر، امبارح بالمجلس او بالنقابه محل ما كنت نقابه المهندسين؟ اكيد شرف كبير لالي اني اكون ممبر بمجلس النواب، شغلة كثير كبيرة لألي، بس أنا على طول بحن على نقابة المهندسين، لأنه رافقتها من وقت انتسبت لها وعملت إنه على طول بقلبها، هي شغلة كثير حلوة لألي، بس أكيد الفخر الكبير إني يكون عضو بمجلس بس النواب. بس يقولوا بهالمقال إنه 43 من النواب رجال أعمال و18 محامي وأطباء ومهندسين وعدد من الحزبيين، بتشوفوا بلس هذا أكيد. الامر ام أكيد. لا اكيد اكيد حلو يكون كل الناس ممثله بمجلس النواب، يعني كل القطاعات، هي ضروره كل شخص يحكي باللي بيشعر فيه، يعني بيشعر فيه وقت اللي كان منه نايب. يعني دائما الشخص اللي بيكون عايش مع الناس وعايش بمهنته بيترجم كل شيء صاير معه، كل شيء اذا بدك اخطاء لقاها بحياته العملية بيحاول يحلها من خلال قوانين مجلس النواب. بعد الفاصل، وين صار وعى خيك وشو مطلب القوات بالحكومة الجديدة؟ معك أستاذ جوزيف سحاق. لحظات ونعود.
إذن اليوم الأنظار تتجه لقصر بعبدة أستاذ حق من أجل الاستشارات الملزمة. كتلة اللواءات اللبنانية أي ساعة موعدها بقصر بعبدة؟ الساعة 2:30 بعد الظهر. وأكيد من يعني قال دكتور جعجع أنه رح نسمي دولة الرئيس سعد الحريري. دولة الرئيس الحريري، قديش هالتسمية ممكن كمان تعني ليونة فيما بعد بالتعاطي من قبالكم مع الرئيس الحريري بموضوع الحقائب؟ بعد الاجتماع اللي صار بين دولة الرئيس الحريري والدكتور جعجع ببيت الوسط والتفاهمات اللي صارت دغري، نحن بأول اجتماع للتكتل أعلننا تأييدنا لدولة الرئيس الحريري لأن هيدي قناعاتنا. نعم. ونحن بنشوف إنه دولة الرئيس الحريري هو بيمثل التطلعات اللي بنشوفها في الدولة اللبنانية من خلال رئاسة الحكومة. اليوم القوات عندها 3 وزراء بالحكومة التي تصرف الأعمال والوزير فرعون المعتبر كمان جزء من التكتل. أولا سؤال بين قوسين، رح يبقى يشارك باجتماعات التكتل؟ هيك أعلن هيك بعد أعلن. الاجتماع معك. يعني تقريبا 4 وزراء عفوا. سؤال الوزير جبران باسيل انه القوات وقت كان عدد كتلتهم أقل كان عندهم هذا التمثيل الوزاري، هلأ شو رح يكون مطلبهم؟ فقال انه اصلا هذا العدد الوزاري لا يعني كان اكثر من ما بيطلع لهم ككتله نيابيه، يعني استنتاج مسبق انه ما راح يزيد عدد الوزراء. هلا عدد الوزراء اللي كان موجود هو نتيجه تفاهمات صارت بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر. نعم. وقت صار الاتفاق على تأييد عماد ميشيل عون على رئاسه الجمهوريه. هلا الوضع صار كتلة القوات هي بتفرض حالة، عم بحكي كحضورها. نعم. نتيجة العدد اللي صارت فيه أكيد في توجه عند القوات لح تقولوا وقت بعد ما يكلف الرئيس الحريري إذا أراد اليوم مساء ويصير الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة احتراما للرئيس الحريري وللتشكيل هالوضع اللي حيكون نتركه لوقته. سرعة تعيين الاستشارات يعني كان عم ينحكى انه 2-3، هل له دلالة سياسية معينة؟ يعني أكيد. حتى انه السبت الرئيس الحريري كمان رح يعمل استشارات للحكومة، هذا التسريع بالموضوع اكيد لبنان ما بيحمل بقى انه نماطل بتشكيل الحكومة، لانه مثل ما حكينا سابقا اول شيء الوضع السياسي ما بيحمل، لانه شفت الضغوط اللي عم بتصير من المجتمع الدولي على لبنان من خلال العقوبات اللي عم بيفرضها على افراد من حزب الله، ومن جهه ثانيه عندك الوضع الاقتصادي، يعني اذا بتطلعي بالمجتمع انا بشتغل بمجال البنى بعرف الوضع الاقتصادي السيء اللي عم بيعيشوه اهلنا بلبنان، يعني ما بقى تحمل ابدا تاجيل موضوع تشكيل الحكومه او المماطله اللي فيه مثل قبل 6 شهور و7 شهور. مع انه دائما وقت يكون في اجماع على تكليف الرئيس الحريري كمان في بنفس الوقت خوف من انه يكون هذا الاجماع يخفي مطبات معينه، عندك هالانطباع؟ لا، على طول اذا ملاحظه على طول كان يعني تكليف رئيس حكومه يصير بالسرعه المطلوبه، لان كان التوجه يكون لتأليف سريع، هلا على طول المطبات كانت تصير بتشكيل الحكومه. نتمنى من كل الافرقاء تعمل انه يكون تشكيل منطقي تا ما تتاجل كثير تشكيل الحكومه، لان ما بقى نحن الرئيس عون بحسب ماشيات المستقبل هو مع تسريع التاليف باسرع وقت. صحيح. والرئيس بري كمان اعلن عن عزمه المساهمه بكل ما من شانه ان يسهل عمليه التاليف، وقال علينا ان نسرع تشكيل الحكومه وبدنا ساعه بالناقص. الثنائي الشيعي هل فعلا هو اول من يستفيد من تشكيل الحكومه باسرع وقت ممكن؟ انا رايي تشكيل الحكومه كل الناس بتستفيد منها، لانه الشعب اللبناني مثل ما قلنا بحاجه لتشكيل حكومه لاعطاء الثقه. لبق عنا المستثمرين قالوا كثير البلد الوضع تبعه كثير سيء، وبالتالي لازم نعطي بقى نرجع نعطي ثقه تيرجع الامور كلها تتحرك، العقارات تتحرك، يصير في سياق اكثر بالوضع الاقتصادي لنرجع ننهض بلبنان. وماذا عن يعني المطالب بحقائب معينه، حقائب سياديه خدماتيه، القوات اللبنانيه وين بتشوف حالها بتكون يعني منصفه، يعني اذا اعطوها اي حقائب؟ برجع بقول انه نحن صار عندنا كتله
كتير وازنة. نعم. وبالتالي هي بتستحق أن يكون عندها عدد معين من الوزارات، بس لحديت هلأ لا العدد محدد ولا الحقائب محددة، ناطرين الموضوع تيسير أثناء التكليف مشان بعد التكليف مشان تيسير مفاوضات التأليف إذا أراد المرحلة الجاية. رح تخوضوا معركة نيابة رئاسة مجلس الوزراء أم هذا الأمر من باب تحصيل الحاصل؟ لا لا، كل شيء وارد، ناطرين بس المفاوضات تتبلش تصير تنقول شو المطالب اللي بدها اياها القوات اللبنانية. وعندك فكرة شو ممكن مثلا يكون البيان الوزاري لهذه الحكومة الجديدة؟ أنا رأيي رح يكون مشابه للبيان الوزاري السابق يلي كان بالحكومة السابقة، ما في شيء تغير، عم بحكي كمنطق عام بالسياسة. يعني ما المتعلق بسلاح حزب الله، اليوم في مقال لميرفت السيوفي بالشرق بتقول انه رح يكون في معضله بالبيان الوزاري، لن يسمح حزب الله باعتماد اللغه المطاطيه يلي استخدمت بالبيان السابق، الوقائع التي تعانيها ايران والتي خلصت لصدور قرار بطردها من سوريا وربما من لبنان ايضا، امام هالوقائع يمكن حزب الله لن يقبل باقل من حمايه نفسه، وبالنص بوضوح على ثلاثيه اللي سمتها الهردبشتيه، يعني معروف ثلاثيه الجيش والشعب والمقاومه، شو بيكون ساعتها موقف القوات اللبنانيه؟ اكيد رح يكون التحفظ، وما بفتكر انه الرئيس الحريري بيقبل بموضوع تغيير النص تبع المتعلق بسلاح المقاومه او المقاومه. يعني بيجي نفسه. بيجي نفسه. وبالنسبة لمكافحة الفساد بيكفي فقط رفع هذا الشعار أم كمان يلزمه آلية؟ يعني هيدي يعني المؤسف لحديت هلأ لازم لنا آلية ولازم لنا قرار سياسي كتير كبير برفع الغطاء عن كل المفسدين إن كان بالدوائر أو بالسياسيين. يعني أوقات بتشعري هيك وقت تكوني عم تحكي عن الفساد مثل كأنه جاي الفساد من محل تاني ما بنعرف، ما حدا له علاقة فيه. لا، نحن هلأ منحط إيدنا على إيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالبيانات اللي قالوهن مبارح، نحن منحط إيدنا مع رئيس الحكومة إذا تطرق لموضوع محاربة الفساد بالبيان الوزاري، لأنه هذا همنا وهذا هدفنا. ما بقى في ثقة بلبنان إذا رح نضلنا بالشكل اللي نحن فيه من ناحية الفساد. وين بتشوف أكثر مكامن فساد في لبنان؟ مكامن الفساد أول شيء بالإدارة وببعض السياسيين. بس يعني تقول فساد شو بتعني؟ هل هو المكسب المادي؟ هو المكسب المادي هو الكوميسيونات مشان تنمرق مشاريع. أوقات منوحي بالموضوع ولو ما كنا عم نعمله، وعم بحكيك بصراحة يعني نعم. عندنا موضوعين صاروا بالفترة السابقة، هي موضوع الكهرباء وموضوع امبارح مثلا الأملاك البحرية، انه منجي منقول نحن منحارب الاملاك، التعدي على الاملاك البحريه وما بدنا حدا يتعدى على الاملاك البحريه وكذا، اخر شيء منطلع بعدنا عم نرخص لاستعمال الاملاك البحريه. عم بحكي هيك بغض النظر انه لازم نترك بقى هالشط شوي متنفس للناس وللمجتمع. بالنسبه للبواخر رجع مش الحل مثل ما اراد الوزير سيزار ابو خليل، هذا هو رايه، بينما نحن فعليا نحن ما كان، نحن نقاشنا كان على موضوعين بموضوع الكهرباء من وقت بلش النقاش لليوم. اول شيء انه كل التلزيمات بتصير من خلال دائره المناقصات، نعم، وهذا اللي صار باخر جلسه تحقق. والشغله الثانيه انه ما بس نركز على موضوع البواخر، نحن كنا مع انه نمدد للبواخر لانه ما في حل غير التمديد للبواخر تنضل بالواقع الحالي الموجود، بس لازم نركز على انشاء معامل، وهذا اللي حصل، حلوا المعضله اللي كانت موجوده بانشاء المعمل بدير عمار والشغله اللي صارت. وبالنسبه للبواخر لما صار هالضغط اللي صار ما كانوا عطيونا ال 200 ميجا وات زياده بدون اي مقابل، وما كانوا خفضوا السعر، يعني كل هالعوامل هيدي صارت نتيجه الضغط اللي صار. بتقول عفوا الموضوع يلزمه قرار سياسي لمكافحه الفساد. ابدا، بده قرار سياسي ورفع الغطاء عن كل المفسدين وكل الادارات اللي اذا موجود فيها فساد. بتشوف اليوم انه هالقرار موجود؟ لحديت هلا لا، ماني شايفه. عند مين منك شايفه؟ لما صار هلا عم بيقولوا امبارح يعني الامين العام لحزب الله من قبل الانتخابات قال انه معركته بالمرحله المقبله هي مكافحه الفساد. نحن معهم،
نحن هذا هدفنا وهيك عم نشتغل من وقتها بلشنا بالعمل العام. نعم. ونحن منتحدى حدا يجي يشوف أي مأخذ على أي شخص من كل وزرائنا أو نوابنا اللي كانوا موجودين، وإن شاء الله نحن كمان النواب الجداد رح نكفي العمل بنفس الطريقة. نحن اللي بدنا إياه أنه كل الأفرقاء السياسيين نحطوا إيدينهم معنا، لأن نعتبر هذا العمل الأساسي هلأ تنرتقي بلبنان لوضع اقتصادي أفضل. مكافحة الفساد بشكل كامل هل تستقيم مع وجود سلاح خارج إطار الدولة والشرعية؟ هودي شقان منفصلان. لا، في وهرة هذا السلاح. لا. صحيح، بس نحن أكيد مع سيادة لبنان. نعم. ومع سلاح وحيد موجود بإيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية. نحن ضد السلاح الموجود بإيد حزب الله، هي بشكل واضح وأكيد. هودي أكيد بيكملوا بعضهم، بس نحن عم نقول هلأ إذا بالوضع الراهن عم نحيد شوي الموضوع لريثما عندنا أمور بالشرق الأوسط انحلت، لريثما اقتنع حزب الله بدون أي مشاكل أنه يجي ويحط سلاحه بإيد الدولة. يعني هاي موضوع عم نشتغل عليه، رح نضل نطالب فيه اليوم وعبكرة وبعد سنة وبعد سنتين. بالانتظار لازم ننطلق على مواضيع تانية نحلها، اللي هيدي بإيدنا نحن كلبنانيين، لا شغلة معلقة لا بالشرق الأوسط ولا بأي أمور تانية. نحن لازم وضروري نحسن الوضع الاقتصادي، يعني هاي شغلة برجع بقول لك هاي شغلة معيشية بتطال كل فرد من أفراد المجتمع اللبناني، وما بتطال بس القوات، بتطال كل الناس. قلت إنه القرار مش موجود لحديت اليوم، هو موجود أكيد. أي متى بتتوقع أنه يعني الوضع بالبلد ما بقى يحمل؟ صحيح، نحن منتأمل بالحكومة الجديدة أنه يكون في قرار سياسي صريح وواضح من كل الأفرقاء السياسيين بمحاربة الفساد، تأييدا لكلام العماد عون رئيس الجمهورية مبارح، ولا كلام الرئيس بري بمجلس النواب بعد انتخابه. وقت بتكون الحكومة حكومة وحدة وطنية، يعني نسخة مصغرة عن مجلس النواب، مين رح يحاسب مين؟ يعني هون مش منطلقين من فكرة هيدي كمان؟ هيدي نحن كمان انت بتعرفي انه نحن فصلنا العمل النيابي عن الوزارة، لانه منعتبر انه النايب عنده شغل كتير كتير كبير ما بالكاد يقدر يقوم فيه، ضروري انه يكون في فصل العمل النيابي عن الوزارة. نتمنى من الافرقاء التانيين يحزوا حظنا ويعملوا نفس الشيء، بيطلبوا شيء بس بيعملوا شيء تاني. يعني على الاقل يمكن لهلا حزب الله عامل مثلكم بفصل والمستقبل. صحيح، وحزب الله ما بعرف حزب الله، بس المستقبل اعلن الرئيس الحريري من يومين انه رح يفصل النيابه عن الوزاره، وشغله كثير مهمه. متفائل بالحوار بالمرحله المقبله حول الاستراتيجيه الدفاعيه ان شاء الله. وجود الرئيس عون بقصر بعبده ممكن يعطي نتيجة مختلفة عن الحوار يلي شهدناه من 2006 لليوم حول هذا الموضوع؟ نحن الحوار اللي صار على أيام الرئيس ميشيل سامان أدى إلى إعلان بعبدة، وكان إعلان بعبدة شغلة كتير مهمة، بس مع الأسف ما حدا التزم فيها. عم بحكي وقتها. نعم. نحن بنتأمل ننطلق من إعلان بعبدة ونكفي لأمور أفضل بالحوار تفعلا نرجع نرد الثقة بلبنان. علاقتكم كيف اليوم مع عبدة؟ علاقة كتير جيدة. دايما بنشعر استاذ حق انه وكأن تفصلون بين الرئيس ميشيل عون ورئيس تيار الوطني الحر جبران باسيل. صحيح، شعورنا بمحله؟ اكيد. ليش حرصا منكم على ان لا ينهار تفاهم مع رب نهائيا؟ لانه لحديت هلا عم نلاحظ من تصرف العماد عون هو تصرف رئيس لكل لبنان، وعم بيحاول يكون لكل لبنان، بينما تصرف الوزير باسيل هو على طول يعني بين هلالين استفزازي اذا بدك، وعلى طول عم بيحاول بكل الطرق اذا بيقدر انه يحاول يعزل القوات تماما مثل ما صار امبارح. يعني في بعض النواب ب لبنان القوي امبارح قالوا انه لحوا بال 2009 ما كان ممثل التيار الوطني الحر بمكتب المجلس، بس بال 2009 كان في اصطفافات كتير كبيره بالدوله اللبنانيه. نعم. بينما هلا في تفاهم كتير كبير اوصل العماد عون على رئاسه الجمهوريه
بين كل الأفرقاء، وبالتالي كان من الأفضل أنه بمكتب المجلس يكونوا ممثلين كل الأفرقاء أو الكتل الكبيرة الموجودة بمجلس النواب. بمقال يارا أبي عاقل بجريدة لوريون لجور اليوم عن العلاقة بين العونيين والقوات بتشبهها لحرب إلغاء إنما مؤسساتية. لا لا. عم تشعروا بهذا؟ لا لا. يعني عقارب الساعة تعود إلى الوراء بشكل مختلف؟ أبدا، الوضع مختلف تماما. نحن بينا بهالجو هذا، نحن على طول عم نحاول ونحارب تنحافظ على ورقة النوايا اللي صارت بيننا وبين التيار الوطني الحر. هيدي أمنيتنا، هي طلب كل المجتمع المسيحي تنحكي واقع، لأنه هيك بتحسي عطا ثقة وتفاؤل كتير كبير. نحن من جهتنا بدنا نحارب ونضل ناضل تنضلنا محافظين عليها. يعني اوعى خيك بعده بالنسبة لنا بعده بعد بأمان. قائمة أكيد وبعدها بأمان، لأنه هي استراتيجية لنا ما رح نغيرها ولا لحظة. شو اللي ممكن يطيح فيها؟ ما في شيء بفتكر لازم يطيح فيها. برجع بقول لك نعم، عطول في عندك شيء على صعيد الشعب وشيء من فوق، ولا مرة من فوق في يلغي إرادة الناس. وإرادة الناس اليوم؟ إرادة الناس هي أعطت إذا بدك ثقة كتير كبيرة لألنا كحزب سياسي، وصار عنا حضور كتير حلو على صعيد كل لبنان، وبالتالي ما بقى في حدا من فوق يجي يلغيها. بإطار حديثة عن حرب الإلغاء، بتقول يارا أبي عاقل إنه الموضوع له علاقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، وبتنقل عن مصادر مراقبة سياسية أنه اتفاق مع راب قد لا يكون صالح بعد اليوم، والوزير باسيل لا يستطيع العيش إلا في الخصومة، وهو يجد في القوات طريدة سهلة حيث لا يمكنه ذلك مع الرئيس الحريري وبدرجة أقل مع الرئيس نبيه بري. أنا ما بفتكر لهالدرجة، خصوصا أنه موضوع الانتخابات الرئاسية بعد كتير كتير بكير عليها. يعني نعم. لبنان عطول بلد في مفاجآت، في أمور كتير بتحصل. بعدين المجلس النيابي الحالي بالمبدأ ما هو اللي حينتخب الرئيس. نعم. يعني بعد بكير كتير على الموضوع، في ناس عم تفوت بهالمعركة قبل أوانها بكتير. نحن مانا بحاجة هلأ لمعارك، يعني هلأ طالعين من معركة انتخابات مجلس نواب، نروح نهتم بشؤون الناس، بمشاكلهم، بوضعهم المعيشي، ونترك هلأ المعارك شوي جانبا وحروب الإلغاء إذا كانت موجودة، ونشوف شو لازم نعمل تنخدم هالناس اللي عطوا ثقتهم. نتائج الانتخابات النيابية لسيما بدائرة بشري، شو قالوا الناس؟ شو هي أهم حاجات هالمنطقة وبقية المواضيع؟ بعد الفاصل لحظات ونعود. نعود لمتابعة هالحلقة مع الأستاذ جوزيف سحاق النائب عن بشري. بالنسبة خلينا نرجع شوي للانتخابات النيابية، شو قالت بشري بستة أيار؟ بشري أعطت جددت الثقة بالنهج اللي عم بيعمله الدكتور جعجع من 40 سنة لليوم، وإذا بدك عطيت الحدث يلي هو حصل بمنطقة بشري واللي قام فيه الدكتور جعجع، انه رشح شخص من برات مدينة بشري لأول مرة قدر يوصل على الندوة البرلمانية. هذا كان فخر كتير كبير لإلي ان يكون انا هالشخص اللي أول مرة بيطلع من برات مدينة بشري نايب بالبرلمان اللبناني. مع انه كان عم ينقال لاخر دقائق انه في احتمال تنخرق لائحة القوات بهالمدينة، الى ان الارقام جاءت لتقول العكس. هن لان الناس ما بيعرفوا، لا بيعرفوا القوات اللبنانية ولا بيعرفوا دكتور جعجع والنايب ستيدا جعجع. يعني هن حاولوا بشتى الطرق الوصول بالنتيجة إلى ما وصلت إليه. يعني كل الناس كان متوقع أنه يصير صب الأصوات أكثر للنايب ستريدا، مش ما تلتزم الناس بالتقسيم اللي صار على صعيد المنطقة، لكن نعم. أهلنا التزموا بشكل كامل وكانوا أوفياء للخط تبع القوات اللبنانية،
وفعلا كانت النتيجة كتير حلوة انه قدرنا وصلنا الشخصين المرشحين بالمنطقة. واهميتها برجع بقول لك انه كان وصلوا شخص لاول مرة من خارج المدينة. اذا كان في من دروس تستخلص من هالنهار الانتخابي، تعتبر القوات اخطأت بمحل معين؟ يعني هل في اخطاء ارتكبتها القوات اللبنانية يمكن لولاها كانت حتى الكتلة كانت اكبر؟ احنا بس صار في خطأ كان لازم يمكن نحشد، مش كان لازم، كان ضروري نحشد اكثر بالدائرة الثالثة اللي نحن موجودين فيها، مشان تنقدر نوصل الدكتور فادي كرم اللي هو اذا بدك الحلقة اللي عن جد خسرناها بالمجلس النيابي، لأنه هو طاقة كتير كبيرة، وبالوقت ذاته انه هو طلع الاول على صعيد الكورة. يعني نعم. هاي شغلة الصوت التفضيلي، هاي لعنة الصوت التفضيلي، لا هاي لعنة، لا هاي النظام النسبي يعني نحن بدنا نلتزم فيه، انه شخص بياخد مجموع اصوات يوازي كل الاخرين ويخسر. نحن كنا ناقصنا حاصل انتخابي اصوات تنأمن المقعد الرابع. ما بيقول هيدا الشيء انه في خطأ بالقانون يجب تغييره او تعديله؟ بالجو الطائفي الموجود بلبنان وبتقسيم الطوائف وبكل هالامور هيدي ما رح تلاقي قانون مثالي انه يكون. نعم. يعني الوان بيرسون وان فوت منو مثالي اكثر؟ بلا، هلا هو القانون الحالي هو مختلط بين الوان بيرسون وان فوت وبين النظام النسبي. القوات اللبنانية لمن ستمد اليد بكرة بالعمل التشريعي، أم أنه على القطعة كل مرة بتكون بمحل؟ نحن رح نمد إيدنا لكل الناس. نحن بالسياسة اللي بيلتزم معنا بسيادة لبنان وحريته واستقلاله، وبأنه يكون في عنا دولة مش دويلة، ويكون عنا بلد قائم على كل المقاومات يلي هي الجيش اللبناني والقوى الأمنية الوحدة للحفاظ على الأمن بلبنان. نحن بالسياسي نحن رح نكون مدين ايد له، وبالموضوع الاقتصادي كل شخص رح يحارب الفساد وينهض بهالبلد اقتصاديا لن اذا بدك نوصل لاهلنا اللي هن اعطونا ثقتهم تنعمل لهم هيك، كمان رح يكون كتفنا على كتفه بالمجلس النيابي. بناء عليه الاكثريه والاقليه بمجلس النواب المقبل ستكون على القطعه، يعني بما انه ما بقى في 8 واضحه ولا 14 واضحه، بقدر هيك على القطعه، مش على القطعه، ايه على يعني ممكن نشوفكم مع حزب الله بمحلات معينه. في كثير اوقات تلاقينا نحن حزب الله بموضوع يعني وقوفنا ضد مشاريع معينه بقلب الحكومه، وهذا واضح. بالنسبه للحوار بينكم وبين الاحزاب الاخرى، يعني ننتظر ان يتفعل يمكن بكره اكثر الحوار مع التيار الوطني الحر، مع المرده موجود، مع انه خطه في لجنه، مع انه بالانتخابات كنتوا يعني بوج بعض امبارح. ايه لا لا مش امبارح، بالانتخابات النيابيه اكيد. هلا في لجنه رح هذا القانون كان افضل شيء، يعني القوات هي الوحيده اذا ملاحظه اللي تحالفت مع بعض الافرقاء ببعض المناطق، مش بكل المناطق، اكثريه المناطق كنا وحدنا مع بعض الاصدقاء المستقلين. مع الكتائب الحوار موجود. طيب بالنسبه للمرضى قلت لي في لجنه وقطعتك. في حوار، لا في حوار، انا افتكرت عم تساليني عن انتخابات. إيه؟ بالنسبه لحزب الله لا ما في حوار، ما رحت. لا ما في حوار، في اختلاف كثير كبير باستراتيجيه بيننا وبينهم. نعم. ما في حوار بيننا وبينهم ولا ممكن يكون في شيء بالمرحله على المدى المنظور. لا شو رؤيه القوات اللبنانيه لملف النزوح السوري؟ يعني وهو ملف على درجه كبيره من الاهميه. صحيح. بقدر ما هو في خلاف بمقاربته بين المكونات اللبنانية. ما لازم يكون في خلاف بمقاربته، لازم كلنا نأيد عودة النازحين السوريين إلى سوريا، وهذا من الأساس نحن أخذين أعلننا موقفنا فيه، أنه كل المناطق صارت آمنة لازم النازحين السوريين اللي بيرجعوا على مناطقهم فيها، لأنه نحن ما بقى نحمل هي شغلة من الأساس منطلقين فيها. بدعة القانون رقم 10 مثل ما سماها الرئيس الحريري امبارح،
عشيه بكلمه لإله بافطار رمضاني اقامته جمعيه خريجي المقاصد بحسب جريده الحياه. بيقول هل قانون سمعنا عن بدعه القانون رقم 10 يلي صدر بسوريا وهو لا وظيفه له الا منع النازحين السوريين من العوده الى بلادهم، هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لانه يقول لالاف العائلات السوريه ابقوا في لبنان، كيف راح يتصرف صحيح. لبنان مع هذا الموضوع؟ لازم كيف الطريقه الانسب؟ لازم وزير الخارجيه اللبناني تماما مثل ما طلب تكتل الجمهوريه القويه باخر اجتماع كنا فيه، انه لازم الوزير الخارجيه يتحرك على صعيد كل العالم والمجتمع الدولي مشان نحاول الغاء هذا القرار وهذا القانون، لانه هذا اكثر قانون ممكن يخلي النازح السوري بكل الدول اللي هو موجود فيها. بتشوف انه ياتي بسياق حمله او هجمه بهذا الموضوع؟ عن جد ما عرفت شو الهدف تبعه، يعني مثل كانه بده يرتاح من كل الناس ما يرجعوا. او بالعكس يجبرهم على العوده باي طريق كان؟ ان شاء الله يجبرهم على العوده، ان شاء الله، بس نحن بنشوف الحل الثاني. لهالسبب لازم نتحرك دوليا مشان ايقاف هالقانون، لانه هذا القانون كثير خطر علينا بلبنان. بدي ارجع باخر دقيقتين من الحلقه لبشري، نحن على ابواب صيف ناطرين يكون واعد. أكيد. بشري كيف تستعد للفصل المقبل اذا بدي اقول، وشو هي ابرز حاجات هالمنطقه؟ الخطة اللي انطلقت بعام 2005 الإنمائية بمنطقة بشري ركزت على موضوع البنى التحتية تتشجع المستثمرين يجوا على المنطقة، وبس شعرنا انه الامور بلشت تمشي انطلقت مهرجانات الارز الدولية برئاسة النائب ستي دجاجة، وعم بتقوم بعمل كتير كتير جبار ومهم، وكل سنة عم بيكون المهرجان افضل من السنة اللي قبل. ومثل ما الكل عارف نحن السنه رح تكون الافتتاحيه مع المطربه اللبنانيه الاصل العالميه شاكيرا، يلي رح تقوم بسهره رح تكون اضخم عمل يمكن بالشرق الاوسط بتاريخ الشرق الاوسط بالارز ب 13 تموز، والحفله الثانيه حتكون ب 28 تموز اذا مش مغلط مع المطربه ماجده الرومي. هالعمل هذا رح يجيب الناس بكميه اكثر واكثر على المنطقه، يعرفون اكثر على المنطقه، ترجع الحياه اكثر واكثر على المنطقه. المنطقه عانت الامرين اثناء الاحتلال السوري لحديت العام 2005، وفيكي تعتبري انه يمكن بالنسبه للبنان خلص الحرب بال 1990، نحن بالنسبه لنا خلصت بال 2005، وقتها بلشنا نعيد المنطقه على الخارطه السياحيه والانمائيه. ان شاء الله هالامور تستمر اكثر واكثر، لان شعبنا بحاجه، واهلنا ضحوا كثير بالتزامهم بالقوات اللبنانيه وبوقوفهم حدا، ان كان بالحرب قدموا شهداء وقدموا تضحيات كثير كبيره، او بفتره الاحتلال والوصايه السوريه عطقلوا وعذبوا من الدكتور جعجع ولكل لاصغر رفيق معنا، وبالتالي بتستحق إن تكون من أفضل المناطق وتكون أحسن. وهالمسيرة اللي بلشوا فيها النايبين ستيدا جعجع وإلي كيروز، أنا والنايب ستيدا رح نكفيها بالتعاون مع الكل تنرتقي بمنطقتنا تكون منطقة نموذجية. بختام حديثنا يعني سلاسه امبارح الجلسه النيابيه وانه صارت الانتخابات التشريعيه قبل بدون ولا ضربه كف، وهلا السرعه بالاستشارات والسرعه كمان باستشارات اللي بيجريها رئيس الحكومه توحي بجو ايجابي، لدرجه اللبنانيين من كثر ما بخافوا بيقولوا مثل ما بيقول المثل تو جود تو بي ترو. صحيح. هل الامور فعلا ورديه ام انه ممكن يعني تاخذنا لمحل اخر، هيك لنختم في هيك نظره سريعه؟ خلينا متفائلين انه ان شاء الله الامور تكون ورديه، لانه الكل شعرت انا من كل الكلمات اللي نقلت امبارح او من كل اللي عم نحكيهم بشكل يعني منفصل، شعرت انه الكل حاسس بالخطر اللي موجود في لبنان وبخطوره انه لازم نسرع بتشكيل الحكومه. بقى ان شاء الله تكون الامور ورديه وينعكس هالشيء على كل الشعب اللبناني لانه فعلا بيستحق.
شكرا لك سعادة النائب الأستاذ جوزيف اسحاق على حضورك. ميرسي أهلا وسهلا فيك أول إطلالة معنا خلينا في كلام بيروت. أيضا أشكر المشاهدين على المتابعة.